هو دائما الثروة الحيوانية في أي بلد في أي بلد يتكاثر ويزيد يوم بعد يوم. النحل حينما تروح عند أي مزارع يكون عنده 100 خلية، عام القادم يكون 150-200 خلية. بس في الكويت النحل ليش ما يزيد؟ رغم أن مصاريف الكويت أكثر ويدفعون بالملايين بس ما يزيد. ليش؟ لأن في الكويت كل سنة نجيب نحل فريش جديد، وبعد موسم السدر موسم إنتاج العسل الجو يصير حار بعدين، فالنحل كل يطير أو يموت، فنجيب نحل كل سنة جديد إما من مصر من دولة تانية، أكثر شيء من مصر، لأن النحل المصري متوافق مع بيئة الكويت وهادئ كرنيولي إيطالي وإنتاج العسل كويس. ولذلك النحل كل سنة نجيب نحل جديد وننتج عسل، لأن الحفاظ على النحل هنا مكلف جدا، أكثر من إنتاج العسل، فما يكون اقتصاديا، فكل سنة نجيب نحل جديد.